السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني. النهارده هنعمل الغدا مع بعض. هو انا عملت نص الغدا يعني، وبكمل اهو. ما كنتش ناويه اصور صراحه، بس ايه، قلت اشارككم الغدا النهارده للي محتار يعمل الغدا. تمام. بصوا، الصينيه دي انا بشوح فيها كده بصل. هعمل صينيه بطاطس، وعامله سلقت وركين بطه كده حلوين، وعملت رز ابيض. هعمل فته بالشوربه بتاعت البط، عشان الشوربه بتبقى تقيله وحلوه، فهعمل فته. وهعمل صينيه البطاطس دي نفسي راحت لها، فقلت ايه، هعمل برضو صينيه البطاطس دي يعني صينيه صغيره كده على قدنا. وعملت رز ابيض، وعملت الصلصه اللي هي بتاعت الفته، و والطشة بتاعت الفتة. هنعمل مع بعض صينية البطاطس. انا عملتها معاكم قبل كده في القناة. ساعات بعملها ني في ني، يعني احط كده البصل مع التوم مع البطاطس مع الصلصة، وعليهم معلقة زيت او سمنة، وادخلها الفرن. وساعات اشوح البصل كده مع التوم، ونشوف بالطريقة اللي احنا بنعملها النهاردة دي. يعني ساعات بدبل البصل كده واشوح مع واشوح معاه التوم، وبعد كده اسبكه بالصلصه. يعني مش كل مره بعملها بنفس الطريقه، على حسب ما انا ايه حابه. بس هو كده تمام. هنستنى بس يدبل شويه كمان، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني. بصوا كده تمام. هنزل بقى بمعلقه التوم كده ونقلب. بسم الله. ونتبل بقى البصل والثوم ده بالفلفل الاسود والكمون، او فلفل اسود وثوم باودر، زي ما انت حابه يعني. عشان بس مش هحط الكمون دلوقتي عشان ايه ما يمررش. تبلوه بس دلوقتي بالفلفل الاسود، بيدي ريحه ونكهه حلوه. بسم الله. ريحه الثوم بقى بيبقى حلو قوي مع البصل. هي برضو دي تعتبر ني في ني. انا ما خليتش البصل يستوي، يعني يا دوب دبلته بس اهو بالشكل ده. هستنى كده التوم يتشوح، وبعد كده ننزل بالصلصه بتاعتنا. انا عصرت الطماطم في الخلاط، معاها قرن فلفل رومي، ومعاها توابل، ومعلقه من الصلصه الجاهزه، او انت لو مفرزه صلصه اوكي. في نفس الوقت بحمص العيش بتاع الفته مع معلقه من الزبده او معلقه. كل حاجه جاهزه، مفيش غير صينيه البطاطس دي وايه شويه سلطه، وبالف هنا وشفاء. اكله رم العظم، فته بقى بالشوربه الحلوه بتاعه البط، مع صينيه بطاطس زي العسل اهي، وبالف هنا وشفاء. بحب انا الاكلات دي قوي، بترم العظم، تسند القلب كده. دلوقتي تمام كده، اقول التومة اتشوحت حلوة قوي مع البصل، وريحتهم عايزة اقول لكم حلوة جدا ما شاء الله. هنزل بقى كده بالبطاطس اشوحها مع البصل والتتبيلة الحلوة دي. ممكن تحط الطماطم وايه وتتسبك، وبعد كده تحط البطاطس. ممكن العكس، يعني ايه، ده بمزاجك انت. والتقطيع برضو اللي انت عايزاها. انا مكنتش ناوي اعمل بطاطس، بس قلت ايه، يلا ان شاء الله ما نعمل حد حاومش.
الكاميرا كده تقع. بصوا هشوحها كده او بالشكل ده. فضل دي قليلة، ازود كمان عشان لسه هحط الطماطم وطين البطة. انا مش عايزة اعمل كتير اصلا عشان متقعدش، بحب اعمل الاكل يوم بيومه، مبحبش اكل يبات. بس النهاردة الاكل النهاردة هيكفي بكرة ان شاء الله. اهو كده تمام، هقلبها شوية كده. بصوا دي شوربة البطة اهو، ما شاء الله تقيلة جدا زي ما انتوا شايفين كده، وحلوة قوي، شايفين حلوة جدا جدا. سلقت البطة بطريقة حلوة جدا، ان شاء الله بنزلها لكم فيديو تاني ان شاء الله، واعملها لكم زي ما عملتها النهاردة. تاخد بقى كده مغربتين من الشوربة دي على البطاطس، اي البطاطس اتشوحت معايا بالشكل ده. هنزل بقى دلوقتي عليها بمغربتين كده من الشوربة. بسم الله، بس كده. وبعد كده انزل بالطماطم عشان الطماطم بيور قوي وما فيهاش ايه ميه للدرجه. قبل ما انزل بالطماطم ولا نخليها شويه، نخليها شويه. هنزل بالطماطم وبعد كده تتسبك واحط عليها البط. بسم الله، الطماطم لونها احمر وجميل اهو ما شاء الله. عامله معاها في الخلاط في الفلايه، وعامله معلقه صلصه، بس هي الطماطم كانت لونها احمر اصلا. هسيبها بقى ايه تتسبك مع بعض كده، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني، وهغطيها طبعا. وده يا حبايبي الغدا بتاعنا، اهي صينيه البطاطس طلعت من الفرن. بعد ما سبتها تتسبك حطيت عليها نص بطايه دي، وبعد كده سبتها تتحمر تحت الشوايه. ودي الفته بتاعتنا، عيش متحمص بالزبده ورز ابيض وصلصه، احنا عملناها مع بعض قبل كده، هبقى اسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. ودي الصلصه و السلطه بتاعتنا الجميله. اتمنى غدا النهارده يكون عجبكم وفكرتي تكون عجبتكم، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.